بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الأخير على المثال حق آلة صرف النقود. طبعا في الدروس السابقة طورنا الفكرة، شفنا كيف، أول شيء شفنا مثال على الفكرة حتى نفهمها بشكل جيد، حتى نفهم المطلوب بشكل جيد. طبقنا مثال، بعد كذا حاولنا نطور الخوارزمية حق الحل المثال، وهذه طبعا الخوارزمية اللي عندنا هنا زي ما شفناها. ثم بعد كذا أخيرا طورنا الحل بشكل تفصيلي أكثر، بحيث أنه يكون قريب جدا من الحاسب، زي ما أنت شايف هنا لما كتبنا شو اسمه، لما كتبنا الاكسبريشن أو الساينمنت ستيتمنت هذه. طبعا آخر خطوة هي نكتب البرنامج، وهذا هو البرنامج. طبعا لاحظ انه هنا البرنامج تقريبا ينقسم لثلاث اقسام. عندك القسم الاول هو الانبوت، استقبال تعريف الفاريبلز واستقبال الانبوت. القسم الثاني هو البروسيسنج او عمليه المعالجه اللي راح نسويها، والقسم الاخير هو الاوتبوت. ولاحظ انه لو نرجع للالجوريثم اللي كنا نشتغل عليه، راح تلاحظ انه الالجوريثم انه يعني في تشابه بين الالجوريثم وبين البرنامج. هنا مثلا طبعا اول شيء لما طبقنا المثال عندنا، لما طبقنا المثال في البدايه استطعنا ان نتعرف على شو اسمه، على الفاريبلز اللي مطلوبه منا. فلما جينا نكتب البرنامج بكل بساطه، بس كتبنا عرفنا الفاريبلز هذه اللي مطلوبه، عرفناها هنا زي ما انت شايف اللي هي amount وhars، وهذه طبعا طريقه انك تعرف مجموعه فاريبلز في نفس السطر. فاذا عرفنا الفاريبلز، كيف جبنا الفاريبلز هذه؟ جبناها لما من خلال المثال قدرنا نطلع الفاريبلز. طبعا مو بالضروره انه من المثال تطلع كل الفاريبلز. لاحظوا انه الاوريجينال اماونت ما طلعناها الا من الخوارزميه. لما جينا نسوي الخوارزميه اكتشفنا ان نحتاج فاريبل اضافي وهو الاوريجينال اماونت. فاذا عرفنا هنا كل الفاريبلز، بعد كذا لما نجي هنا الخوارزميه اللي طبقناها زين. طبعا الخوارزميه عباره عن خطوات، كل خطوه راح قمنا بترجمتها للغه الجافا. في الخطوه الاولى قالت اقرا عدد الهلل وضع القيمه في اماونت واوريجينال اماونت، هذا هو اللي سويناه هنا، قراءه عدد الهلل وضع القيمه في اماونت وفي اوريجينال اماونت. بس لاحظ ان قبل ما نسوي الشيء هذا عرفنا سكانر، اضطرينا نعرف سكانر عشان عمليه القراءه. تلاحظ هنا ان الجافا اكثر تفصيل، عشان كذا انا يعني قلت لك انه في البدايه تحتاج انك تحل على جنب على ورق عشان تتخلص من التفاصيل هذه، خصوصا لما تكون مبرمج مبتدئ. تكون والله تبي تكتب الان سكانر، لما تيجي تكتب سكانر تختبئ كتابه سكانر وكذا وتنسى وتلخبط وتنسى البرنامج اللي جالس تحله، بينما بالحاله هذه خلاص انت عندك الحل تقريبا، كتبته على ورق، عندك الخوارزميه زين، خطوات الحل او الخطوات اللي تبغى الكمبيوتر ينفذها حتى يحل المشكله. فبالحاله هذه تكون تبدا تركز على التفاصيل زين، تبدا يكون تركيزك على التفاصيل. فزي نعرف هنا سكانر، وبعدين نعطي اليوزر شو اسمه رساله، نقول دخل الاماونت اللي تبغى تحويلها من خلال الماشين، خلال اله الصرف. بعد كذا سوينا عمليه الاسناد وسوينا عمليه رقم واحد هنا، اقرا عدد الهلل وضعها في، وضع القيمه في اماونت. فلاحظ ترجمنا الكلام هذا الشيء هذا. الخطوه اللي بعدها الان خطوه رقم اثنين وثلاثه، او الخطوات اثنين وثلاثه واربعه وخمسة وستة وسبعة زين. إذا من اثنين حتى سبعة هذه كل الخطوات، لاحظ أنها هي نفسها الخطوات هذه. halves تساوي الأماونت على 50، أماونت تاخذ طبعا هذا الـ variable، هذا الأوبريتور طبعا اللي هو معناه الشكل هذا زين. كل الطريقتين تستطيع الكتابة فيها. أنا كتبت القسمة بالطريقة هذه المفصلة، وكتبت باقي القسمه بالطريقه المختصره، بس عشان نستذكر يعني نراجع الاوبريتورز اللي مرت علينا قبل. فاذا الان قدرنا نعرف او نفذنا البروسيسنج او المعالجه المطلوبه منا، الخطوات من اثنين الى سبعه. لاحظنا الخطوات كان فيها كتابه زين، يعني شرح للاشياء، الشيء اللي نبغى الكمبيوتر يسويه لنا. ثم بعد كذا الشرح هذا فصلناه بطريقه اكثر وقربناه مره لغه الكمبيوتر، اللي هافس جيتس اماونت على 50. وفعلا في الكمبيوتر هذا بالضبط اللي كتبناه، اللي هافس جيتس اماونت على 50 زين. لكن لاحظ مثلا في الكمبيوتر نحتاج نكتب الفاصله منقوطه، هنا ما كتبنا فاصله منقوطه، فيظل في فروقات بين الخوارزميه وبين حتى بعد التفصيل
يظل في فروقات بسيطة بين الخوارزمية وبين ال شو اسمه وبين البرنامج الفعلي. فإذا هنا هذه البروسيسنج حسبنا عدد الهافس، ثم بعد كذا خصمنا الهلالات لما نشيل الهافس زين. فمثلا عندنا نص فشلنا 50 هللة وخدنا الباقي، هنا حسبنا عدد الأرباع، ثم بعد كذا شلنا الأرباع من قيمة الهلالات المتبقية، وهكذا إلى في النهاية أخذنا القيمة، طلعنا في النهاية باقي الهلالات اللي لا يمكن نحوله لأي عملة ثانية زين. إذا بالحالة هذه نفذنا بالضبط هذه الخطوات من 2 إلى 7. أخيرا نروح الخطوة الأخيرة اللي اطبع قيمة المتغيرات السابقة بالإضافة لأماونت وأوريجينال أماونت. لاحظ هنا في الانبوت والاوتبوت ما فصلنا كثير في الخطوات لان ما نحتاج، يعني انا وجهه نظري انك قد لا تحتاج، اذا كنت تحتاج ممكن تفصل زياده، لكن اعتقد انه الانبوت والاوتبوت دائما يتكرر كثير فيمكن ما تحتاج كثير. خلاص مباشره اقرا عدد الهلل واطبع عدد الهلل، شيء معروف. فجيت انا وكتبت هنا، نعرف يعني كلنا نعرف كيف نطبع، يعني ما هو شيء صعب زين، سهل جدا انك تحول من الكلام هذا الى لغه الجافا الكمبيوتر. فهنا طبعنا زي ما تلاحظون استخدمت سلاش ان هنا معناها سطر جديد، فطبعت كل الطباعه، عمليه الطباعه في عباره واحده او في شو اسمه سيستم اوت برنت واحده زين. ممكن تحطها سيستم كذا سيستم اوت برنت، لك الخيار، جرب الثنتين، النصيحه لك جرب الثنتين شوف الفرق بينهم. واخيرا الان خلاص انتهى كذا البرنامج، صار عندنا البرنامج يشتغل او المفروض ان عندنا البرنامج هذا شغال، وممكن اننا نجرب البرنامج نشوف كيف يشتغل. خلونا نجرب البرنامج بسرعه. المثال اللي جربناه هنا، خلونا نشغل البرنامج. هذا البرنامج قال لك ادخل الانتر اماونت. لاحظ انه لاحظ اننا راح يكون في محادثه شبيهه بالمحادثه اللي تنبأنا فيها في البدايه، واستفدنا منها حتى نعرف كيف البرنامج زين. فهذه المحادثة يقول لك ادخل الاماونت، فنقول مثلا 77 زي ما قلنا في البدايه، فطلع لنا قال الاوريجينال اماونت هي 77، عدد انصاف الريال هي 1، عدد الاربع ريال هي 1، عدد القروش هي 0، وعدد الهلالات المتبقيه هي 2. تماما نفس المحادثه اللي سويناها سابق. طبعا يحتاج انك تجرب اكثر من قيمه عشان تتاكد من ان البرنامج شغال، تحسبها بيدك وتجرب البرنامج وتشوف. لكن هذا هو البرنامج، اتمنى انك تكون ان شاء الله فهمته، واتمنى انك تجرب برامج ثانيه بنفس الطريقه هذه ونفس الخطوات الثلاثه اللي ذكرناها، انك كتابه ديالوج سامبل ديالوج حتى تفهم وش المطلوب من البرنامج، سيناريو او ديالوج، من خلال تحاول تعرف الفيريبلز، تحاول تعرف بالضبط وش المطلوب فيه المشكله، ثم بعد كذا تبدا في كتابه الخوارزميه. والخوارزمية هذه راح تكتبها ثم تحسن عليها وتحسن عليها، تحاول انك قدر المستطاع تكتب اكبر قدر ممكن من التفاصيل قد ما تقدر. ثم بعد كذا الخطوة الأخيرة انك تروح تكتب لي شو اسمه البرنامج نفسه.